حياكم الله مشاهدينا، هي حلقة جديدة من بعض طبع استعرضت فيها أبرز ما حوى صحف الخرطوم هذا الصباح، وقراءة تحليلية مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ونائب رئيس صحيفة السوداني الدولية. معنا عبر الهاتف الأستاذ الطاهر المعتصم، أهلا بك معنا أستاذ الطاهر. حياك الله أستاذ سحر كمال، وحيا الله أستاذ المشاهدين النيل الأطلق. أبدأ بصحيفة السوداني، تظاهرات بالخرطوم وعدد من مدن البلاد ضمن مواكب 7 فبراير، حيث شهدت ولاية الخرطوم وعدد من مدن الولايات أولى تظاهرات شهر فبراير الجاري التي دعت لها تنسيقيات لجان المقاومة بالولاية ضمن جدول التصعيد الثوري. أستاذ الطاهر أهلا بك من جديد، يعني بالأمس كانت هنالك تظاهرات مواكب خرجت في عدد من مدن البلاد، في الخرطوم كانت متجهة في الخرطوم إلى القصر الجمهوري. هذه هي التظاهرات التي جاءت تحت الشعار وفاء الشهداء، طبعا هي مواصلة الاحتجاجات التي جاءت مع بعد 25 أكتوبر. يعني بصورة عامة كيف تقرأ مواكب وتظاهرات هذه تظاهرات يوم أمس؟ مؤكد أمس هو يوم 7 فبراير، اليوم المعلن لاحتجاجات فبراير، وجاء في إطار وفاء لشهداء الثورة. الشاهد في الأمر أن الملاحظة الأبرز أن يوم أمس لم يقع فيه أي شهيد، وهذا من فضل الله علينا، وظللنا في الإعلام وعبركم نناشد عدة مرات أن نتوخى الحذر في مسألة الشهداء. طيب يعني في ظل مواصلة وتكرار مثل هذه المواكب، يعني أبرز الإنجازات التي تمت، يعني إذا بدأنا من بداية التظاهرات التي ما جاءت مع بعد 25 أكتوبر، ما هي الإنجازات؟ الاحتجاجات ليس مقصود منها إنجازات بقدر ما هي رفض لواقع فرض على الثوار، حسب ما يزعمون أن 25 أكتوبر كان تحويلا للمسار المدني الديمقراطي. بالتالي هذا الاحتجاجات قصد منها رفض الواقع أكثر، وأنجزت أن الأمم المتحدة سعت للتدخل عبر ممثل الأمين العام في الخرطوم السيد فولكر، عدد من المبادرات، حراك سياسي كبير يشهده السودان للخروج من هذا النفق، بل أن الكونغرس الأمريكي عقد جلسة خاصة لهذا الأمر. بالتالي هذه كلها لو لم تكن هناك احتجاجات في الشارع لن يكون مثل هذا الحراك السياسي والدبلوماسي. يعني تحدثت عن عدد من المبادرات بما فيها طبعا مبادرة رئيس الأمم المتحدة فولكر بيرث، يعني في صحيفة الانتباه جاء فيها أن لغاية تعقد قمة لحل أزمة السودان، قمة إفريقية، تحركات لرئيس البعثة الأممية في السودان، يعني من الأقرب للوصول إلى الحل الآن؟ أنا أعتقد أن السيد فولكر دخل الأسبوع الخامس وهو يجري مشاورات مع الأطراف الفاعلة في المشهد السوداني. هذه المشاورات تكاد أن تصل إلى نهاياتها. التغى اليوم بوفد من المجلس المركزي للحرية والتغيير ضمن لقاءاته. أعتقد أن الأمم المتحدة بما لديها من خبرات وعمل في عدد من دول العالم وما انقضى خلال الأسابيع الماضية هي الأغرب إلى الحل أكثر من الإيجاد، حيث أن الإيجاد ينقصها الكثير من الدعم. طيب في أقل من دقيقة في هذا الملف، ماذا عن الشارع الثالث، يعني الذي يرفض حتى مبادرة فولكر بيرث؟ هذا أمر حشد مصنوع واضح جدا، كل من تابع وشهد هذا حشد يقصد منه مناصرة السلطة الغائمة، وهو أتى في إطار دعم القوات المسلحة السودانية. الجدير بالذكر أن القوات المسلحة السودانية محل إجلال وتقدير الجميع، وليس هناك من ينتقص منها. مسألة رفض التدخل الأجنبي يا سحر نفسها مسألة أريد بها أمر آخر، لأن الأمم المتحدة أدخلت اليونيميت 30,000 جندي تحت الفصل السابع في السودان، خرجوا قبل عام. نعم. طيب ابقى معي أستاذ الطاهر، يعني أذهب معك إلى صحيفة الصيحة
السيادي يوجه بوضع حد للتفلتات الأمنية بدارفور، حيث أمن مجلس السيادة على ضرورة فرض هيبة الدولة ووضع حد للتفلتات الأمنية التي شهدتها بعض ولايات دارفور مؤخرا. واطلع المجلس خلال جلسته يوم أمس على نتائج وتوصيات اجتماع المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية بمدينة الفاشر في ظل التفلتات المتكررة. أستاذ الطاهر، يعني طبعا هي ليست المرة الأولى لهذه التفلتات، وليست المرة الأولى التي يوجه فيها السيادي حتى في حسم هذه التفلتات السياسية الأمنية عفوا، يعني ماذا يمكن أن يحدث الآن؟ هل ستكون هذه التفلتات الأخيرة في ظل التوجيه الذي يجيء من السيادي لوضع حد لهذه التفلتات الأمنية؟ والله يبدو أن الوضع في دارفور يحتاج إلى أكثر من التوجيه، يحتاج إلى وجود القيادات. المجلس السيادي نفسها يجب عليها أن تكون في دارفور للفترة القادمة، لأن بدأت الأمور تشتعل بصورة، يعني ما حدث قبل يومين من استشهاد بعض الضباط ومن أحد قادة المتفلتين حسب وصف الإعلام الرسمي لواء أبو جنبة، كل هذا يأتي بعد قيام اجتماع الترتيبات الأمنية الذي شهد رئيس مجلس السيادة ونائبه والأطراف الموقعة للسلام وأعضاء مجلس السيادة. بالتالي هذه الارتدادات مؤشر خطير تحتاج إلى وجود على الأرض من قبل القيادات. طيب، يعني تكرار مثل هذه الأحداث يعني في ولايات دارفور يعني مؤخراً، مدى تأثيرها على عملية تنفيذ مدى الترتيبات الأمنية؟ ولماذا تكررت هذه الأحداث خاصة بعد اتفاق جوبا للسلام؟ التأخير في إنفاذ بند الترتيبات الأمنية هو الذي تسبب في هذه الارتدادات الخطيرة. يعني مثلا في خبر بالأمس عن أنه أحد الحركات المسلحة الموقعة على السلام خرجت الدفعة 34 من جنودها، فلماذا يستمر التجنيد وإنت وقعت سلام؟ وانت هتعمل دمج واعاده دمج وتسريح، كيف ممكن تصبح بتجند؟ دي مساله بتفتح باب التساؤلات بصوره كبيره يا استاذ السحر. هو ليس التخريج الاول طبعا، كان هنالك تخريج للجبهه الثوريه في الاشهر الماضيه. نعم، الجبهه الثوريه وحركه جيش تحرير السودان بقياده مناوي بالامس. طيب. كان امر الترتيبات الامنيه او امر السلام نفسه لم يوقع، كأننا لسه موجودين خارج أطر السلام، وده هو المؤشر الخطير. يعني القيادات في الدولة وده حاكم إغليم دارفور، لماذا يستمر التجنيد لديه وهو جزء من الحكومة القائمة والسلطة القائمة؟ طيب، يعني هذا يحدث بعد مرور أكثر من عام طبعا وأربعة شهور تقريبا على توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان، على الآن يعني على أرض الواقع لا جديد يذكر بزيادة في التفلتات الأمنية في دارفور. نعم، للأسف أهلنا في دارفور لم يشعروا بقيمة السلام أو نعمة السلام. للأسف ما ظهر من السلام هو بند السلطة والثروة، حيث أن السادة قادة الحركات المسلحة بعد توقيع الاتفاقية حازوا على مناصب وفي الخرطوم ومع الحكام هنا، ولكن على أرض الواقع حتى الآن أهل دارفور لم يشعروا بقيمة هذا السلام. يعني على مدى الأسابيع الماضية كلنا كنا نتابع أخبار جبل مون في غرب دارفور والآن في الفاشر، كل هذا يحدث بعد عام وأربع شهور مثل ما قلت. نعم، طيب في أقل من دقيقة أستاذ الطاهر، يعني في هذا الملف هنالك حديث على مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس عن اختطاف لأحد الحركات المسلحة في دارفور، يعني ما صحة هذا الخبر؟ جار التأكد منه حتى هذه اللحظة لم يتم تأكيده، ولكن متوقع في ظل ما يحدث حاليا. نعم، ابقى معي أستاذ الطاهر، نذهب إلى الملف الاقتصادي. في صحيفة السوداني، بنك السودان يخصص أكثر من 16 مليون دولار لشراء السلع. أستاذ الطاهر، يعني تخصيص أكثر من 16 مليون دولار لشراء السلع، هذه الخطوة يعني ما هو تأثيرها الفعلي على أرض الواقع؟ مؤكد أن سياسة المزادات هي سياسة جديدة أتت بعد توحيد سعر الصرف العام الماضي في 21 فبراير في محاولة لتثبيت سعر الصرف. الملاحظ أن هناك
فارق كبير في بين سعر الصرف الرسمي وبين السوق الموازي او السوق الاسود ان شئت الدقه. هذا الفرق، هذه المزادات تقوم بتغليله لانه يوفر للشركات والمصانع امكانيه ان تقوم بالشراء بالسعر الرسمي والاستيراد. ذلك وكله طبعا يغنينا عن حتى عن الواقع الاقتصادي الذي يغني عن السؤال حتى. مؤكد ان ارتفاع سعر العمله خارج الاطر الرسميه ادى لارتفاع في اسعار البضائع والخدمات بصوره غير مسبوقه، اضافه الى ما فرضته وزاره الماليه من ضرائب جديده على المصانع وغيرها، ادت لارتفاع كبير جدا في اسعار الخدمات والبضائع. رفع الدعم عن هذه السلع يعني، وهنالك تبشيريات بزياده في مرتبات في المؤسسات الحكوميه. هذه الزيادات هل ستكون مقنعه بزياده في الاسواق؟ او تكون هل ستكون الموازيه تكون مناسبه مع الزياده في الاسواق؟ بغض النظر عن انها مناسبه ولا لا، ولا اعتقد انها مناسبه لان المؤشرات بتتحدث على رفع الحد الادنى من 3000 الى حوالي 9000 الى 12000. لكن مع مثلا الحديث عن زياده سعر الخبز يا استاذ التجاري الى حوالي 50 جنيه. معناها الشخص المحتاج في اليوم يشتري خبز ب 1000 جنيه محتاج ل 30000 جنيه للخبز بس. فمهما زادت، لكن الاخطر انها تجعل مؤشرات التضخم في الاسواق لان السوق تعود عندما تكون ارقام المرتبات فيها زيادات غير حقيقيه بيحصل ارتفاع في الاسعار للاسف. طيب قبل قليل استاذ الطاهر كنت قد تحدثت عن مزاد في البنك، يعني مزادات البنك. بنك السودان المركزي اعلن عن مزاد النقد الاجنبي السابع خلال الرابع عشر من فبراير الجاري. لو وقفنا على مدى جدوى وتأثير هذه المزادات يعني. مؤكد ان هذه هي الوسيله الناجعه لتوفير النقد الاجنبي. ما هو من الذي يشتري من السوق الاسود؟ هو السوق الاسود ده بزيد ليه؟ بزيد لانه في شركات وفي مصانع بتحتاج انها تستورد، بتضطر تمشي السوق، بيحصل طلب ازيد، بالتالي بيرتفع السعر. لكن عندما يقوم البنك المركزي باستخدام وسيله المزاد وهي ضخ نقد اجنبي، تقوم هذه الشركات والمصانع نفسها بالشراء من البنك المركزي وتترك السوق الاسود، يغل الطلب على السوق الاسود، بيحصل استقرار في السعر لو لم يحدث انخفاض. نعم، طيب بالامس كانت هنالك طبعا زياده في الوقود. وجميع الصحف اليوم يعني اهتمت بزيادة تعرفة المواصلات، هذه زيادة كبيرة جدا. هل هنالك جهة محددة معنية بهذه الزيادة يمكن اللجوء إليها؟ سؤالها لماذا تمت هذه الزيادة الكبيرة جدا؟ للأسف أن الحكومة قامت بتحرير سعر الوقود ورفعت يدها عن دعم الوقود تماما. بالتالي أصبح سعر الوقود مرتبط بالأسواق العالمية. وكلنا نعلم أن أسعار النفط ارتفعت بصورة غير مسبوقة، وصلت إلى 91 دولار و 92 دولار بظروف الطقس في العالم الشتاء، إضافة إلى الارتباك الذي يحدث ما بين روسيا وما بين أوكرانيا خلال الفترة الأخيرة والتهديدات بإشعال حرب. كل هذا الامر ادى لارتفاع اسعار النفط في العالم. بالتالي وزاره النفط هنا لانه الدوله خارج هذا الامر تماما بيحدث ارتفاع، لكن بيصبح السؤال لو انخفضت هذه الاسعار بعد 6 شهور هل سيحدث لها انخفاض؟ ده السؤال اللي احنا بنساله. يعني البعض يقول ان هذه الزيادات هي ليست رسميه يعني دون رقابه حكوميه حتى. ما اود ان اقوله ان الحكومه خرجت من هذا الامر لا علاقه لها بسعر النفط. هناك مجرد محفظه للسلع الاستراتيجيه تقوم بالاستيراد. قد تكون هذه المحفظه سبب في زياده الاسعار لانه سياستها ما واضحه. انا اتكلم معك يعني بالتحديد في نقطه زياده تعرفه المواصلات استاذ الطاهر. هل هنالك رقابه؟
لا يمكن تكون رغابه، لانه انت ما بدوهم بنزين مدعوم، بدوهم بنزين محرر. كل ما زاد السعر هم محتاجين يزيدوا سعر التذكره عشان يغطوا التكلفه بتاعتهم. ما هو تحرير سعر الوقود بيؤدي لتحرير سعر المواصلات يا استاذ سحر. يعني الموقف، في الموقف اي مواصلات او اي حافلة بيكون سعره براهو على حسب الزياده في الوقود العالمي. نعم، لانه هو بيطلع بيمشي بكوب البنزين الجالون ب 1830 وكان طيب. ب 1700. طيب صحيفه الانتباه جاء فيها زياده رسوم النفايات بالخرطوم 500%، يعني هذه زياده كبيره جدا 500%. شوارع الخرطوم حتى هي تعج بالاوساخ، يعني ناهيك عن الشوارع الداخليه. ما رايك؟ طبعا مرتبطه بالكهرباء. انا مساله مرتبطه بالكهرباء دي دستوريا معيبه، يعني غير ممكن انه تفرضي على الناس بعقد. هو بيعمل عقد معاك بتاع كهرباء، تقومي تحطي النفايات عليه. نعم. مساله دستوريا تم الحكم فيها مسبقا في سابقه قضائيه منعت هذا الامر، لكن الاهم ان الزياده 500%. طيب ما هي الخطه؟ ما هو المؤسف في الامر ان الحكومه ولايه الخرطوم تتعامل مع المواطنين بطريقه غريبه. اشرح لهم انه حاستورد 1000 شاحنه بتاعت نقل نفايات، حشغل 10000 عامل، عندي خطه لنقل 70000 طن المتراكمه، لكن ما في اعلام او حكومه ولايه بتطلع تشرح للناس ليه الزياده دي. فالناس بتشعر بالغبن انه زياده رسوم النفايات 500%. الحكومه دايره تمول نفسها ومرتباتها، والمواطن هو اللي اتحمل. على الرغم من تردي البيئه، يعني حتى على الرغم من تردي البيئه، هذه الزياده 500% هي كبيره جدا، وشوارع الخرطوم تشهد تردي كبير جدا في البيئه. غير مسبوق، يعني غير مسبوق. النفايات تتناثر في كل مكان. للاسف روائحها تسكم الانوف، تلوث بصري غير مسبوق. بالتالي ما في احساس انه هناك حكومه ولايه، ونحن الخريف على مغرب مننا، يعني الخريف ما بعيد حيخش على الناس. هل وين الاستعدادات وتراكم النفايات يا استاذ سحر بيتسبب في اغلاق المصارف، مصارف الامطار، وده خطورته كده. نعم استاذ الطاهر، طبعا انت كان من المفترض ان تكون معنا اليوم داخل الاستوديو، ولكن للزحمه في الشوارع كما ذكرت عبر الهاتف. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ونائب رئيس تحرير صحيفه السودانيه الدوليه استاذ الطاهر المعتصم، شكرا جزيلا لك على كل هذه الايضاحات.